بالحوار الاجتماعي، لذا أقترح على السيدات والسادة النواب طرحها دفعة واحدة لتنال جواباً موحداً من لدن السيدة الوزيرة. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورة. شكراً السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، نسائلكم عن إجراءات وتدابير الحوار الاجتماعي، وما إذا كان من شأن نتائجه أن تساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفي وموظفات القطاع العام، وشكراً. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد وضع السؤال مشكورة. السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة الأعضاء المحترمين، توجت جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بمجموعة من الإجراءات تستهدف تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للطبقة العاملة في إطار تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، الأمر الذي يدعو للتساؤل السيدة الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، وشكراً. السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل أحد وضع السؤال مشكورة. شكراً السيدة الرئيسة المحترمة. نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم فيما يخص النهوض بالجانب الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية على مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير. جاوب السيدة الوزيرة على كل هذه الأسئلة. تفضلي المنصة إلا بغيتي السيدة الوزيرة. إلا بغيتي المنصة تفضلي. السيدة الرئيسة المحترمة، السيدات والسادة النواب المحترمون، نبغي نشكر السادة النواب على هذه الأسئلة المهمة. في هذا السياق نبغي نذكر باللي هذا الاتفاق الاجتماعي هو واحد الاتفاق تاريخي يتمشي تماشيا مع التوجيهات ديال صاحب الجلالة الله ينصرو لمؤسسة الحوار الاجتماعي وتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية. نبغي نحيي ايضا رئيس الحكومه والفرقاء الاجتماعيين ان خدمنا في واحد الجو ديال الثقه والاحترافيه اللي كان تغلب عليه المصلحه ديال البلاد. بفضل هذا الحوار الاجتماعي جاوا منه عدد من الاجراءات اللي هي لصالح الموظفين والموظفات. الاجراء الاول هو انه الحد الادنى للاجور غادي يطلع 3500 درهم صافيه، وهذا الشيء باش نحسنوا من الدخل ديال الموظفين اللي في سلالم الدنيا. التزمنا ايضا باش نحذفوا سلم 7 للمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين باش نحسنوا من الوضعيه ديالهم. ايضا رفع نسبه الحصيص الكوطه ديال الترقيه كانت 33% غيطلع ل 36%، وهذا الشيء غيزيد مع عدد الموظفين اللي غيستافدوا من الترقيه، واذا غادي يطلع المدخول ديالهم. التزمنا ايضا باش نحدثوا مؤسسه ديال الخدمات الاجتماعيه بالنسبه للقطاعات الوزاريه اللي ما عندهاش مؤسسه اجتماعيه، وكنا تنعرفوا بلي هاد المؤسسات عندها واحد الدور مهم في حياه الموظفين. هاد المؤسسات تتساهم في مصاريف التطبيب، في مصاريف التعليم، في مصاريف الاصطياف، يمكن تساعد الموظفين على اقتناء السكن ديالهم. اليوم التزمنا باش نخلقوا مؤسسه بالنسبه لعشرة القطاعات الوزاريه اللي تتشمل تقريبا 12000 موظف، وهذا الشيء غيعاون على تحسين القدره الشرائيه ديالهم. كاين ايضا اجراءات مهمه بالنسبه للموظفين والموظفات اللي يقدروا يعانيوا من امراض مهنيه ولا حوادث الشغل. هاد حوادث الشغل الامراض المهنيه يمكن توقع لاي واحد فينا، اي واحد فينا يمكن يكون جاي الله يستر في الطريق يدير حادثه سير ويوقع له مشكل. واش تعرفوا اليوم على انه موظف اللي توقع له حادثه سير ويوقع له عجز كلي مع عجز الثمانه ديالو ما تتجاوزش 823 درهم، يعني شحال ما كان السيد تيشد مع عجز الزمانه 823 درهم. اليوم الحكومه التزمت باش تطلع هاد المعاش الزمانه باش نوفروا لهاد الموظفين اللي خدموا معانا غير مساكن عانوا
مشي حديث باش نوفر لهم فرصة العيش الكريم. والأول مرة في بلادنا وفي مجال تعزيز المساواة الحكومة تتلتزم باش تكون إقرار رخصة الأبوة الموظفين القطاع العام لمدة إلى 15 يوم مدفوعة الأجر. بغينا من هذا الإجراء على أننا نخليو الزوج الفرصة باش يساند الزوجة ديالو ويساند الأبناء ديالو في ديك المرحلة المهمة في حياتهم، تعرفوا تكونوا فيها إجراءات إدارية وإجراءات عائلية مهمة. ومباشرة من بعد الإمضاء على الاتفاق، الحكومة بدأت كتعقد عدد من الاجتماعات. درنا اجتماع مع رئيس الحكومة باش درنا لجان اللي غتنزل هاد الإجراءات. وحنا في الوزارة ديالنا بدينا نصيغوا عدد من مشاريع القوانين ولي ديكري اللي غادي نجيبوه لكم، اللي غادي نجيبوهم للمسطرات المصادقه في القريب العاجل، وانا واثقه باللي البرلمان غادي يتجاوب ايجابيا مع مشاريع القوانين اللي غادي نجيبو لكم في هذا الاطار باش يولي هذا الشيء حقيقه بالنسبه للموظفين في اقرب الاجل الممكنه. وشكرا. تعقيب تفضلي السيدة الوزيرة. نرجع تفضلي. تعقيب لأحد السيدات والسادة النواب من فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا السيدة الوزيرة على الجواب. السيدة الوزيرة، أكيد أن موظفي القطاع العام إلى جانب أجراء ومستخدمي القطاع الخاص يساهمان جنبا إلى جنب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وبالتالي كان لابد من التفكير في إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لهذه الفئة العريضة من المجتمع، خصوصا أمام تدني القدرة الشرائية للمواطنين. السيدة الوزيرة، لقد تميزت احتفالات فاتح ماي لهذه السنة بالتوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، وهذا مكسب لجميع العمال وللطبقة العاملة وللموظفين، ويترجم رغبة الحكومة في تركيز دعائم الدولة الاجتماعية وكذا رغبتها في الإصلاح والنهوض بأوضاع الطبقة العاملة في بلادنا. وإذ أننا نشيد بمجموعة من النقط التي تضمنها الاتفاق، من بينها رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم، وكذلك الرفع من حصيص الترقي إلى 36%، وكذلك النهوض بأوضاع المالية لفئة الأطباء وذلك عبر تمكينهم من الرقم الاستدلالي وما غيره. إلا أننا ندعو إلى الحرص على تنزيل بنود الاتفاق وفي أقرب الآجال مع الإسراع بإصدار القرارات والدوريات ذات الصلة، وكذلك مراعاة مصالح بعض الفئات من الموظفين، خصوصا أمام اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات من ضمنها حذف السلم رقم 7. كما أننا ندعو إلى الرقي بالحوار الاجتماعي وجعله يساهم في تطوير الخدمات العمومية والرفع من مردودية القطاع العام. كما أنه لا يفوتنا انتهى الوقت سيدة النائبة. شكرا. تعقيب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلي السيدة النائبة. إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كشريك أساسي في الأغلبية الحكومية نسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع المذكرات المطلبية للشغيلة خلال المفاوضات التي جمعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولة المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً بما فيها الاتحاد العام للشغالين الذي حرص دوماً على التمسك بالحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لتحقيق تطلعات الشغيلة المغربية من حقوق اقتصادية واجتماعية ومكتسبات مهنية. سيد الوزير، إن محطة 30 أبريل تجسد إرادة الحكومة في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية من خلال الحوار الاجتماعي الذي كانت حكومة الأستاذ عباس الفاسي سباقة إلى مأسسته، وتوج آنذاك بالزيادة في أجور الموظفين وتقليص الضريبة على الدخل وغيرها من المكتسبات. إن هذه الدينامية الجديدة المطبوعة بالإرادة الجماعية تدعو الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان التفعيل السليم لمخرجات الحوار الاجتماعي من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي واعتماده كخيار استراتيجي بما يضمن انتظامه وتنفيذ التزاماته. السيدة النائبة،
تعقيب الفريق التجمع الوطني للأحرار. السيدة الرئيسة، شكرا السيدة الوزيرة المحترمة على جوابكم وعلى كل الإفادات التي جاءت على لسانكم. بداية دعوني أقف تحية تقدير واعتراف كبيرين لما أفرزته مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، وعلى الجرأة والروح الوطنية العالية التي عبرت عنها الحكومة والتي أقدمت من خلالها التوقيع على اتفاق تاريخي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولة المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة، والذي يحمل مجموعة من المكتسبات والمقتضيات لفائدة الشغيلة المغربية، وأخص بالذكر هنا فئة الموظفين وما بينها رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئة المساعدين والإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33% إلى 36%، ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما. من جهة أخرى، لا بد من الإشادة بالمجهودات المبذولة من أجل مؤسسة الحوار الاجتماعي وجعلها آلية من آليات السلم الاجتماعي، ولعل مخرجات الاتفاق الحكومي مع النقابات هو الجواب السياسي للحكومة على دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة. فالدولة الاجتماعية التي ننشدها جميعا أساسها هو تمكين المواطن من مقومات العيش الكريم. وأشدد هنا على أن قرار الحكومة في مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لفئة الموظفين هو قرار شجاع من أجل الرفع من الأجور وتحقيق المطالب المشروعة للمركزيات النقابية. إنما أقدمت عليه الحكومة هو بمثابة قفزة نوعية لإرساء الثقة ومأسسة الحوار الاجتماعي وخلق نوع من التحفيز لدى الشغيلة المغربية وعموم الموظفين التابعين لأسلاك الوظيفة بالعمومية. انتهى الوقت السيد نائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيدة الرئيسة، تحية للجميع. مؤسسة الحوار الاجتماعي مسألة مهمة داخل الدولة الاجتماعية وداخل الحوار الاجتماعي، وكذلك لما كنقولوا بناء الدولة الديمقراطية، وهذه مؤسسة ديمقراطية مهمة كنا نسعى إلى تحقيقها والحمد لله تحققت. لكن داخل الحوار الاجتماعي هناك نقص. أولا، نسبة ديال الزيادة 10% وتقسم على سنتين هي غير كافية. أنا كنشعر أنها كانت في مصلحة الباترون أكثر من مصلحة العامل. المسألة ديال التعاقد وديال المتقاعدين، المتقاعدين ما عليهمش نقاش نهائيا لأن الضرائب كتقطع لهم من الصالير، ولا نقاش عليهم نهائيا على هذه المسألة. هذه الضرائب كتقطع بعد ما الموظف تقطعات له الضرائب طيل سنوات العمل. كذلك المتقاعدين في القطاع الخاص، كانت وعود بأن غتكون زيادة ديال 250 درهم لكل متقاعد قاعد من لا سي ان اس اس، وبالتالي تلغات هذه الزياده. النقطه الثالثه، ان ذوي الاحتياجات الخاصه خارج الحوار الاجتماعي، وهذه راه نقطه مهمه. لذلك باش يمكننا نتوسعوا اكثر في النقاش، لان الوقت غير كافي بالنسبه لي لنتوسعوا اكثر، نطالب ان الفريق الاشتراكي يطالب بلقاء مع السيده الوزيره لكي نتوسع في الامور اكثر، وشكرا لكم. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ تفضل السيد نائب. شكرا السيده الرئيسه. المغاربة اليوم خصهم يحتفلوا بهذا الحوار الاجتماعي اللي ضاف ركور جديد لعمل الحكومة. ملي تنشوفوا المخرجات ديال الحوار الاجتماعي والاتفاق مع النقابات والباترونا في انسجام تام اللي حقق مكاسب مهمة للشغيلة في جميع القطاعات، اليوم نؤكد أن هذه الحكومة ملتزمة بالحوار الاجتماعي وحققت نتائج، وبالتالي يمكن أن نتمنى هذه النتائج من خلال الحصول على السلم الاجتماعي المنشود، وشكرا. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب. السيدة الوزيرة، في الوقت اللي كان الشعب المغربي كيتسنى باش تزيدوا 2500 درهم للناس ديال التعليم و1000 درهم للمسنين، جاء هذا الاتفاق مخيبا للامال، خالي من الزياده في التعويضات العامه اللي كانت في 2011، الاتفاقات 2011 و2019. قلتوا باللي زدتوا للاطفال، زدتوا للرابع والخامس والسادس، المؤشر ديال الخصوبه 1.4 طفل لكل امراه. هذا راه المندوبيه الساميه اللي كتقول، اين الزياده اللي كتقول زدتوا للرابع والخامس؟ هو زيدوا للعاشر، قولوا للعاشر الطفل العاشر زيدوا له 10000 درهم. قلتوا السميك وغادي ديروه مع السماك ديال الفلاحه حتى 2028. انتهى الوقت السيد نائب، شكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ الكلمه للسيده الوزيره المحترمه.
تنشكر السادة النواب على التدخلات ديالهم. تنذكر على أنه كما قلت هذا الحوار الاجتماعي جاء في واحد الجو اللي جات به جدية والثقة ما بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين في واحد المرحلة اللي احنا كنا عارفينها أنها صعبة بالبلاد ديالنا من بعد الحرب والأزمة الكوفيد، وكان واخا هكاك الحكومة التزمت باش تحسن القدرة الشرائية ديال الموظفين. كاين موضوع المأسسة، هذا من أكبر المخرجات ديال الحوار الاجتماعي، بحيث أن الحكومة تلتزم باش تبدأ تلاقى مع النقابات والشركاء الاجتماعيين كل 6 شهور وبطريقة كاع مستمرة باش نتناقشوا المواضيع بطريقة مستمرة. كاين مأسسة. بالنسبة للمراسيم والقوانين، كما قلت عدد من الإجراءات تستلزم مراسيم وقوانين، وحنا بدينا في الصياغة ديالها، وفي القريب العاجل إن شاء الله غتطرح على مسطرة المصادقة وتنادي النواب والفرق باش يتجاوبوا معها بطريقة إيجابية باش تولي هذا الشيء حقيقة بالنسبة للموظفين في القريب العاجل إن شاء الله. بالنسبة لموضوع المتقاعدين، هذا الشيء غادي يتشاف، كاين مراجعة ديال التقاعد اللي جاية، وهذا الموضوع ديال التقاعد غادي يتشاف بطريقة شمولية وماشي في موضوع واحد بواحد. وشكرا.